تمام بس السؤال الاشهر انا رافع ضغوط المجتمع حواليا جامده قوي ومش عارف اشرح هل ممكن نساعد مستمعينا بالاجابه طبعا هي ما قدرتش اتاكد طبعا ان يبقى كل اللي حواليا بيعملوا كده ده حاجه صعبه بس عندي قصه حقيقيه لولد كان عرفت ممكن يشرب مخدرات في البيت ويجيب السلاح حقن ويشرب مخدرات في البيت وهو اختار انه يعيش معاه واختار انه يلاقي ربنا وتعيط حياته خالص وش الشباب ده واحد متدين ديمقراطيه ابوه بيعمل صفاية البيت وحتى يشتري له السجاير ويساعدهم في لو عايز يشتري حاجه وهو عايش ربنا بكل حاجه رغم ان البيت كله كان بعيد عن ربنا هو قرر انه يروح المسيح لان المسيح مش حاجه جميله يغير قلبي فكري في الإنسانية أقدر أعيش بحياة نظيفة مع الشر اللي موجود حواليا يعني حضرتك قصدك تقول إن الإرادة والقوة اللي أنا كإنسان بعيش بيها هي مفتاح من مفاتيح إني أتغير يعني لو حد يسمعني دلوقتي تبقى كل صحابي كده بس أنت لو قلت أنا هتغير وهروح زي عنوان حلقتنا عنوان برنامجنا هو بيغير بيغير على راديو كده. كانت معاكم أمينة.